بعد ما تابعنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نشوف جولة لأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، وده من خلال التقرير التالي اللي فيه بدء صرف مرتبات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ده غير الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وكمان ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. النهارده في أخبار كتيرة هتحصل في عدد من القطاعات، أولها إن الحكومة هتبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهيستمر الصرف لعدة أيام. كمان النهارده بيوافق اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وهيتم الاحتفاء به تحت عنوان الإنذار المبكر والعمل المبكر، ويستهدف تسليط الضوء على المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث. النهاردة كمان هيكون ختام فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، واللي بيرأسها المخرج سعد هنداوي. مهرجان الإسماعيلية هو واحد من أعرق المهرجانات العربية المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، واللي بدأت أولى دوراته عام 1991. وبالنسبة للأخبار الرياضية، النهاردة هتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اجتماع افتراضي، وهتناقش فيه المسابقات القارية وتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.